صورة جماعية بقى إن شاء الله. عنوان الديوان هو في قصيدة يعني أنا بستريح لها نفسيا إنها دخلت في موسوعة عالمية وكانت مترجمة، وأرجو إنها تعجبكم وبشكركم جدا على المحبة الجميلة اللي خلتكم تيجوا تحضروا النادي بتاعتي. لا تلم قلب، لا تلم قلبي فإني قد سألتني هل أنسى منك الهد أم أرضى؟ بكى الفؤاد وقد نسيت أنه ما زال روحك يعتصره وما مر في القلب ركن يحتويه، لأنه روحك عزيزي وفيه حبك لا يرضى أن يغدو هذا الركن يوما دونه، تتهاوى أنفاسي وقلبي بلا نفر. لا تلم قلبي يا عمري فلم يعد به خفقان ولن يحتمل قبضة. أنا بشكركم جدا والله، وأنا في منتهى السعادة إن أنا أخصيكم وفخورة جدا إن حضرتكم شرفتونا. واللي عايز يقول حاجة اتفضل. اتفضلوا بقى الصورة الجماعية عشان الوقت الصلاة. أين